طبعا يا صاحبي، انت كشخص عايز تبدأ على اليوتيوب او تعمل فيديوهات احترافية محتاج برنامج رايق يقدم لك مميزات جامدة وما تكونش مدفوعة، يشيل لك العلامة المائية، والكلام ده كله تقدر تنفذه على الموبايل بس وتطلع فيديوهات رايقة. برنامج النهاردة يا صاحبي او التطبيق اللي هنتكلم عنه هيقدم لك كل الحاجات دي، وكمان في ميزة مهمة اغلب اليوتيوبر بيستخدموها هعرفك عليها في نهاية الفيديو. فقبل ما نبدأ الفيديو بتمنى توقف الفيديو 5 ثواني، تنزل تحت تضغط لايك للفيديو بيدعمني جدا، وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس. وكالعادة بشكر الناس الجميلة دي على تعليقاتها اللي تجنن. لو عايز تعليق يظهر الفيديو الجاي اكتب لي تعليق حلو، برد على كل التعليقات وبعمل عليها قلوب. المهم بقى صاحبي، المونتاج ده لمسة إبداعية منك، محتاج مثلا امتى هتضيف مثلا انتقالة، امتى تعمل زوم، امتى تضيف فيديو شكله حلو وانت بتتكلم، وكل ده هنفهمه في تطبيق النهاردة. وهتحمل التطبيق ده من اللينك اللي هتلاقيه تحت في الوصف. تطبيق محمله أكتر من 50 مليون شخص وحجمه 111 ميجا، ده غير طبعا انه مجاني بالكامل، ما فيهوش أي حاجة مدفوعة ولا علامة مائية زي باقي التطبيقات التانية، ده غير المميزات اللي هتعرفها دلوقتي واللي هتخلي المونتاج بتاعك ليفل عالي. بمجرد ما هتثبت التطبيق يا صاحبي تفتحه هيظهر لك بالواجهه دي، هنضغط سماح. وطبعا يا صاحبي مفيش اسهل من الواجهه دي. لو انت عايز تعمل انترو لفيديوهاتك كل عليك بتضغط على الخيار ده، وبيبدا اللي هو بيديك قوالب من عنده تعملها انترو. بس ده مش موضوع النهارده، هعرفك ازاي تعمل مونتاج احترافي من خلال التطبيق ده. كل اللي عليك انك هتضغط تحت على علامه الزائد دي، وبعدين هنضغط على علامه المقص، والتطبيق من تلقاء نفسه بيبدا يفتح لك الفيديوهات اللي عندك. تبدا انك تختار الفيديوهات بتاعتك، ولو مش ظاهره بتضغط على السهم اللي فوق وتشوف الفيديوهات بتاعتك انت حاططها فين وتبدا انك تختارها. وليكن مثلا عايزين نعمل مونتاج للفيديوهين دول، بنضغط عليهم وبعدين نضغط على السهم ده، فبيبدا ان هو يحولهم لك جوه التطبيق. وحرفيا يا صاحبي دي اسهل واجهه انا اتعاملت معاها من حيث المونتاج، موفره لك كل حاجه في نفس الواجهه اللي انت فيها، وسهل انك توصل لها بسهوله جدا. وليكن مثلا انت عايز تغير في حجم الفيديو وتخليه مثلا لحجم اليوتيوب، بتضغط هنا وهتلاقي حجم اليوتيوب، حجم الانستا، حجم التيك توك. وليكن احنا بنعمل مثلا فيديو لليوتيوب، بنختار اليوتيوب، فبيبدا اللي هو يقصه لك من تلقاء نفسه. اهم حاجه في المونتاج دلوقتي انك تقص الحاجات اللي ملهاش لازمه. بعد كده بيجي الحاجات التانية الثانوية، انك تضيف شكل على الفيديو، تأثير حلو، والحاجات دي هنعرفها دلوقتي. اول حاجة مثلا عايزين نقص منطقة في الفيديو مش عايزينها، وليكن مثلا مقدمة الفيديو عمال ما بدأنا نتكلم، تبدأ انك تكبر الشريط ده عشان تقدر تقف عند المكان اللي انت ما اتكلمتش فيه، واول ما هتبدأ تتكلم بتوقف السهم الابيض ده قبل ما هتبدأ تتكلم، وبعدين نضغط على علامة المقص اللي هو السبليت فيجيب لك الجزء اللي في البداية ده، وده اللي احنا ما اتكلمناش فيه هتضغط عليه، وبعدين ديليت فهيتمسح بطريقة سهلة. عايز مثلا تمسح جزء او كلمة انت قلتها غلط، بتبدا انك برضو تكبر الشريط زي ما اتفقنا، وتبدا انك تحدد من مكان الكلمه اللي انت اتكلمتها غلط، ونضغط علامه المقص ونشوف نهايه الكلمه اللي احنا عملناها غلط، وبعدين علامه المقص تاني، وهتضغط على الفيديو او الجزء اللي احنا حددناه ونعمل ديليت، فبالتالي بيلحم المكان ده مع بعض. وتقدر بقى هنا يا صاحبي انك تضيف تاثير عن طريق انك بتضغط علامه الزائد دي، هتلاقي بيديلك مثلا انتقاله، والتطبيق بيوفر لك كميه انتقالات جميله قوي بتخلي شكل الفيديو بتاعك احترافي وسهل. عايز تخلي مثلا انتقاله بطيئه سريعه، بتبدا تحدد من تحت بالشكل اللي يعجبك، ولو عايز انتقالات تانية بتضغط هنا، وهتلاقي التطبيق بيديك تاثيرات اكتر واحلى. نفس الكلام بقى يا صاحبي لو انت عايز تضيف تاثير تاني بعد جمله معينه في وسط الفيديو، بتقدم السهم وتشوف المكان اللي انت عايز تضيف برده فيه التاثير، تعمل سبليت او قص في المنطقه دي عشان يقسم لك الفيديو نصين، وتضغط علامه الزائد وتضيف التاثير اللي هيعجبك. من ضمن الحاجات اللي بعملها في فيديوهاتي بتلاقيني مثلا بعمل زوم ان زوم اوت وانا بتكلم، عشان بيدي روح للفيديو او شكل احترافي كده بيخلي المشاهد نوعا ما يملش. هتقدر انك تضيف زوم عن طريق نعمل قص او قطع في المنطقه اللي احنا عايزين نعمل فيها زوم، وليكن مثلا الفيديو اللي احنا قاطعينه من شويه ده الصغنن ده، وهتدور تحت على علامه الزوم اللي هي دي، وهتلاقي زوم ان وزوم اوت، وفي زوم لليمين وزوم للشمال. لو ضغطت على ابلاي تو اول هيضيف لك الزوم على جميع الفيديو بتاعك من بدايته لنهايته، ولو ضغطت على علامه الصح اللي هي على اليمين دي هيضيف لك الزوم على الجزء اللي انت حددته اللي هو الفيديو الصغير. فبتحدد بقى يا صاحبي اذا كنت عايز تحط زوم ان زوم اوت عشان تخلي شكل الفيديو بتاعك رايق. عايز مثلا تضيف زر الاشتراك لايك للفيديو اللي اغلب اليوتيوبر بيستخدموهم، كل عليك انك بتحمل فيديو من على اليوتيوب، تكتب جرين سكرين سبسكرايب، وهتلاقي فيديوهات كتيره بتحمل الفيديو اللي هيعجبك. وبعد ما تحمله يا صاحبي هتضغط فوق على الخط اللي فوق الفيديو اللي مكتوب فيه
في تاب تو اد ستيكر سلاش بي اي بي، وهنا بتقدر انك تضيف مثلا فيديو او صوره فوق الفيديو بتاعك. يعني مثلا انا بتكلم دلوقتي اقدر مثلا اضيف صوره او فيديو تاني على اليمين، كل ده بتقدر تضيفه عن طريق اللاير ده او الخط ده. وليكن مثلا عايزين نضيف فوق الفيديو بتاعنا علامه الاشتراك، هنضغط هنا وبعدين تختار فيديو، ونختار الفيديو اللي احنا لسه محملينه اللي هو بتاع الاشتراك، وتستنى شويه لحد ما يتعمل له بروسيسنج وتحط في الفيديو، وتبدا بقى يا صاحبي انك تكبره وتصغره تحطه في المكان اللي هيعجبك. ودي حاجات التطبيق بيوفرها لك وعجباني جدا. عايزين بقى دلوقتي نشيل الحاجات الخضراء، هتنزل تحت يا صاحبي على تاثير اسم الكروما وهتضغط عليه، وبعدين تاخد الدايره الحمراء دي وتحطها على المكان الاخضر لحد ما تلاقي الخضر كله اتشال، وتبدا انك تتحكم في الاسهم دي عشان لو في خضر تاني باقي بيشيله لك بطريقه سهله وبسيطه. نفس الكلام لو انت اصلا متصور ورا كروما خضراء بتعمل نفس العمليه دي فبيشيلها لك بطريقه سهله. حرفيا التطبيق سهل وبسيط اكتر مما تتصور. طب كده هتكون قدرت انك تضيف زر الاشتراك واللايك والحاجات اللي اغلب اليوتيوبر بيستخدمها. عايز تضيف مثلا صوره، تضغط علامه الزائد على نفس الخط ده، تختار الفيديوهات اللي انت عايز تضيفها، سواء الفيديوهات دي كنت عايز تضيفها فوق بعض او تضيف كذا فيديو، مثلا فيديو على يمينك او على شمالك، بتبدا انك تحطهم بطريقه سهله وبسيطه. ضفنا فيديوهاتنا، ضفنا صورنا، عايزين مثلا نضيف كتابه على الفيديو بقى، تضغط على الخيار اللي فوقه اللي هو تاب تو اد سبتايتل، هتضغط عليه اللي هو علامه التي، وتختار الشكل من الاشكال دي اللي هتكتب بيها، او انك ترجع ورا تضغط علامه الزائد تاني، وهتضغط هنا هتلاقي قوالب التطبيق بيديها لك جاهزه مع حروف جميله اشكال رايقه كده، تبدا انك تختار منها وتقلب من فوق واللي هيعجبك اعمله، وابدا انك عدل فيها صاحبي واكتب الكلمه اللي انت عايز تضيفها، فهتظهر بشكل رايق واحترافي. نفس الكلام بقى لو انت عايز تضيف موسيقى على الفيديو بتاعك، بتضغط فوق على خيار تاب تو اد ميوزك، وتضغط على خيار ميوزك لو انت عايز تختار موسيقى من عندك من على الهاتف، او تضغط على ريكورد لو انت عايز تسجل صوت، فبالتالي هيدخل على التطبيق بطريقه سهله. والطريقه دي هتعجبك جدا لو انت مثلا بتصور فيديوهات وبتبدا انك تعلق عليها بصوتك. الميزه دي هتسهل عليك الوضع وتوفر عليك وقت. عاوز تعمل تسريع للفيديو او سلو موشن، كل عليك انك بتحدد برده الجزئيه اللي انت عايز تعمل فيها سلو موشن او تسريع، وبعد ما تخلص هتضغط على المقطع، وبعدين تضغط يا صاحبي تحت على خيار السبيد، وبتبدا يا صاحبي انك تتحكم في سرعه الفيديو، تخليه سريع بطيء، عايز تخليه مثلا بطيء في الجزئيه دي بتشد السهم او النقطه اللي عند الجزئيه دي، ولو عايز تسريع للفيديو كامل او انك تبطع الفيديو كامل بتضغط على الخيار اللي هو جنبه، وبتبدا انك تسرع يا تبطئ الفيديو شكل اللي يعجبك. ونفس الحوار لو ضغطت صح هيسرع لك الفيديو او المقطع اللي انت حددته، ولو ضغطت على الابلاي تو اول هيسرع الفيديو كله كامل. طبعا في ميزه جميله قوي لو انت مثلا قمت بحاجه غلط، قصيت حته وعايز ترجعها تاني، عملت تاثير وعايز ترجعه تاني مش عايزه، كل عليك انك بتضغط على السهم اللي فوق ده عشان يرجعك خطوه ورا او خطوتين او ثلاث خطوات، او انك ممكن لو عايز ترجع تاني التاثير بتاعك او ترجع القطع اللي انت قطعته بتضغط على السهم اللي جنبه فبيرجعه لك تاني. لنفترض دلوقتي انك خلصت الفيديو بتاعك وعايز تحفظه عندك، كل اللي عليك يا صاحبي تضغط فوق على اكسبورت، وبتبدا انك تختار الجوده اللي انت عايز تحفظ بيها، سواء 1080 او 2K او 4K، تحت تختار فريماتك 60 30 50، ولو عايز تحفظ بجوده الفيديو اللي انت مصور بيها اصلا بتضغط هنا، سيبه يحفظ الفيديو بالجوده بتاعته، وبعدين هتضغط علامه الصح فيتحفظ عندك وهتقدر ترفعه على اليوتيوب بطريقه سهله وبسيطه. المهم بقى صاحبي التطبيق لسه فيه مميزات كتيره، لو عايزني اتكلم او اعمل جزء تاني اكتب لي تحت في التعليقات، ولو عايز تطبيق تاني برضه اكتب لي تحت في التعليقات، وطبعا ما تنساش اللايك تعليقك الحلو عشان بيدعمني جدا، خد لك لفه في القناه هتلاقي فيديوهات رايقه، ولو انت اول مره تشوفني ممكن تشوف الفيديوهات دي هتعجبك جدا. اشوفك الفيديو الجاي، والسلام عليكم.